انضم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني للفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي الجاري قادما من نادي ليفربول الإنجليزي. وكلف اللاعب خزينة الباريس 160 مليون يورو للتعاقد معه لترميم الصفوف. ووفقا لشبكة دياريو جول الإسبانية فإن كوتينيو لا يتحدث مطلقا مع لاعب في الفريق الكتالوني. وأشارت الشبكة إلى أن كوتينيو لا يتحدث مع زميله الجديد عثمان ديمبلي المنضم بدوره للباريس في الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند. وعانى ديمبلي من بداية صعبة في برشلونة بسبب الإصابات وازداد قلقه على مكانه في الفريق بعد وصول كوتينيو. وأوضحت الشبكة أن كوتينيو يمكنه اللعب في الرواق الأيسر هجوميا وهو المكان المفضل لديمبلي، ما جعل الشاب الفرنسي لا يتحدث مع كوتينيو منذ انضمامه للكامب نو.